السلام عليكم. اليوم راح نسوي اللحم بعجين على الطريقة العراقية. طبعا اللحم بعجين يتكون، راح أبدأ بالحشوة هسه، راح أشوفون شلون أسوي الحشوة. زيت نباتي، وأخلط وياه راح أخلط وياه شوية زيت الزيتون على مود يصير صحي شوية. هسه فاتحة النار حرارة، راح أخلي اللحم. طبعا هذا اللحم تقريبا بكيلو أو شوية أكثر، اللحم هذا المثروم يكون أنا سويته لحم غنم ولحم بقر خبرته. واحد يخلط أو يقدر واحد يسوي لحم بقر حسب يعني يحب. لحم غنم أنا خلطت لحم بقر لأن شوية الغنم زين فراح يطي شوية يكون طيب. راح أحطها هسه شوية أشوحها شوية انتظره، بعدين أضيف له بصل مثروم تقريبا 4 روس، هذا راس كبيرة شوية يكون، فلفل أخضر يكون بارد مو حار، وإذا أكو ناس يحبوه حار يخلون كمية قليلة يعني، بس هو هذا هم رئيسي البارد. معجون طماطم، معجون طماطة ملعقتين تقريبا، طماطة معصورة هاي عصرتها بالخلاط طماطة. هسه راح اشوفكم شلون راح نسويها بالضبط. هسه هنا اللحم جاي يتشوح هالحرارة، يعني ما مو احمصه لانه انا راح اخليه، راح هسه اشوحه واكمله، وراح اخليه بعدين من راح اشويه اخليه على العجينة راح يستوي اكثر، يعني نص استوى احنا نقول. هسه شوية وراح اخلي البصل، هاي لونه جاي يصير اسمر شوية شوية يختفي اللون الاحمر مال اللحم. بعدين اضيف له مجموعة بهارات، هاي هسه نشوف هسه شوفوا ايش راح يصير. راح اضيف البصل، ما احمصه ابد، وحتى البصل ما يحتاج يعني اخليه يتقلى هواي، بس شويه هيك مجرد خلط، لانه راح اعوفه ويا المي الطماطه يستوي، وبعدين اضيف اخليه على العجين راح يصير كامل يعني ينشف. هسه الفلفل الاخضر بارد، اما اخضر او احمر الفلفل طبعا تكون مثل ما قلت لكم راس واحد، راس كبير شوية، اذا عندكم صغار يسوون 2، وحسب الرغبة اذا واحد يحب به هواية فليفر او طعم مال الفلفل يخلي اكثر. هسا راح اضيف، لاحظتوني هسا انا ابد ما شو يعني بقيت هواية يعني على الحرارة وسته وتهواي، لا بس مجرد يعني هيك تشويح بسيط. راح اضيف للمعجون، اضيف للمعجون
هسه الجانس بالمعجون راح اضيف له الطماطه. طبعا هاي طماطه تقريبا 5 روس وياها نص كلاص ماي. هاي الخلطه اذا ثخنت اضيف لها قليل من المي لان انا اريد الخلطه تصير هسه هي زين، بس من راح تفور شويه على النار راح شويه تثخن. اذا شفتوها يحتاج لها مي خلولها شويه نص كلاص تقريبا، لان من راح افرشها على العجينه راح تمتص العجينه تمتص المي مالتها وتصير يعني تستوي بها، فراح تصير اطيب مو يابسه تصير. وراح اخلي لها البهارات هسه. البهارات طبعا قليل من الكركم رشه، هاي رشه كركم مو هوايه، فلفل حار احمر، فلفل احمر حار. اما الفلفل الاحمر الحار تحبوه، او اكو فلفل احمر بارد يعني طوز باودر يصير. هذا راح استعمله اخلي منه فد كميه قليله لانه الحراره كلش قويه هم تنحب، بس يعني واحد يخلي هاي تقريبا ملعقه او حتى اقل. هسه انا اخذت منها مو كلها لانه شويه الحراره، بس اكو ناس يحبوها حاره تصير كلش طيبه، بس مرات واحد اذا مريض او معدته وما يحب ما يخلي زاد، يخلي اكثر يخلي فلفل احمر حلو، اكو حلو مو حار يصير. زين عندنا هنا 7 بهارات كمية أيضا، هاي 7 بهارات. وفلفل أسود راح أخلي قليل يعني أفد. هاي الكمية مال الفلفل الأسود وحسب الرغبة، طبعا اكو ناس يحبوا لي فلفل أسود هواية يعني حسب الرغبة، ما بها مقادير معينة للبهارات كيف الواحد يعني. وبعدين اخلي لها بالأخير راح اخلي لها الملح، ما راح اخليها هسه الى ان شوية تفور شوية مو هواية يعني ما اريدها كلش تستوي، وبعدين اشوفكم شلون راح افرشها على العجينة. هسه راح اسوي العجينة، راح اشوفكم شلون اسوي العجينة. هسه راح ابدي نسوي عجينه، نعجن عجينه اللحم بعجين. هاي عندي طحين تقريبا كيلو راح اخليه انا، لان هذا كيس ابو الكيلو راح اسوي نصه بالضبط. هذا شوي خلي بعد، طبعا انا احب اخلي له شوي نخاله لان هي صحيه، بس تقدرون ما تخلون النخاله، اللي ما يحب النخاله ما يخلي. راح اخلي كميه قليله من النخاله وياه. وعندي هنا الخمره، هاي الخمره مكعب ويقدر واحد يستعمل خمره فوريه عادي يعني يقدر يذوبها بالمي. انا هسه هاي مذوبتها بالمي راح اخليها وياها شويه شكر. زين هاي راح اخليها هنا، راح اخلطها شويه بالملعقه. بالشوكه هنا مستشطل راح شويه اخلطها واديرها هنا فوق العجين. انا ما تتجانس بعد شوية مي دافي، هاي عندي مي دافي أنا حضرته. راح أخلي هنا روبة يعني لبن خاثر دافي شوية. زين
طبعا هذا كل شيء مهم، اللبن او الروبه للعجينه هاي، خصوصا عجينه اللحمه بعجين. قليل من الملح، زيت، فد كميه يعني تقريبا ملعقتين او ثلاثه، شويه تصير العجينه لينه. راح اضيف لها مي شويه اشوف حسب الى ان تنعجن. خلي القبر بدا يحط على الواطي، طبعا بهالاثناء الحشوه هسه موجوده على النار، فدي شويه اطفيها الى ان يختبر العجين القاها بارده، من تبرد راح استعملها، من القى من اشوف العجين اختمر راح استعملها. الحشوه تقريبا تبقى ربع ساعه الى ثلث ساعه واطفيها، بحيث اشوفها زينه يعني جانسه. هسه اشوفكم اياها بالنا، هسه راح تشوفوها ورا ما نحكي العجينة. هسه هاي العجينة، هاي العجينة هيك صارت، راح اتركها تختمر وبعدين نشتغل بيها. هسه هسه هاي الحشوة بهالشكل صارت، وبيها مي يعني مو يابسة، بيها فد مقدار من المي تقريبا نصها تقريبا مي، يعني مي مو مي مي الطماطم والمعجون والهاي، يعني لينة. حتى من هسه راح اتركها تبرد، ما اقدر استعملها وهي حارة، راح اتركها تبرد واترك العجينة تختمر وابدي افتح العجينة واحشي. طبعا هنا العجين اختمر وقطعته، صار على شكل شنق، هنا سويته شنقته وتركته تقريبا 10 دقائق على ما شوي كبر حجمها او ارتاحت العجينة. هنا من بعد ما اختمر بالضبط، يعني كلش مضبوط اختماره، يلا قطعته وتركته 10 دقائق، ورا ما اختمر تقريبا صار ساعة يلا اختمر، فرجعت هسه قطعته وخليته يرتاح 10 دقائق وراح ابدي. وهنا الحشوة بردت وهذا شكلها يكون لينة. طبعا انا اضفت لها الملح وشوية دبس الرمان قليل، يعني اذا واحد ما يريد يخلي بكيفه، هاي دبس الرمان يعطي شوية حموضة. هسه هاي الشنقة هنا راح افتحها، هاي راح اشوفكم شو راح افتحها على شكل قرصة صغيرة تنفتح. راح انا كلهن ذني اخليهن، من افتحهن اتركهن على الصينيه الى ان ترس الصينيه، يلا احشيهم، احشي الخبزات ذني يصير لحم بعجين مضبوط. هاي هسه هاي هي صارت، هاي هي العجينه، راح هنا اخليها على الصينيه هاي واتركها بين ما اسوي الباقيات، يلا احشيها. هسه هاي الثانيه، خلي طحين انا اذا اريد، اذا احتاج شويه طحين. هسه
عشان الذوب، لان هي العجينه مو كلش يابسه قويه من العجن اللي شفتوها طبيعيه يعني. هاي الثانيه تصير بسطها، خليها راح اسوي فلفل. بعدين راح اشويها. انا هسه شعلت الفرن على درجة حرارة 250 درجة، طبعا هي اعلى درجة هاي عندي بالطباخ مالتي بالفرن. فوق وجوا شعلتها، يعني مو بس الجوا او بس الفوق، فوق وجوا حتى تستوي من فوق ومن جوا. طبعا ممكن مرات واحد يخلي شوية جبن مبروش او يخلي بيضة، مرات اكو يخلون بيضة يطقوها ويذبوها فوق، ما يخبطوها تبقى عين، ما يخبطوها بس يخلوها ويا فوق الخبزة، يعني فوق اللحم اللي راح اخليه، تصير هاي للريوق يعني واحد يفايق بيها شبع. هاي الثالثة راح اسوي واحدة رابعة ونحشيها. هسه راح اشيل هاي بس اشوفها زين. هاي اربعة راح احشيها، هاي الخلطة اشيلها هي والمي اللي بيها هيج شوية اضيف لها مي يعني من هذا بس الاحمر. انتم مش قد تحبون تخلون لحم اذا يعني حشو او هاي، اكو ناس ما يحبوا زايد، بس واحد يساوي هيك. هذا الثاني ممكن قلت لكم تضيفون فوقها بعدين بالاخير شوية جبن مبروش حسب الرغبة يعني، او هيك يتركه واحد يشوي عادي. هسا انا الفرن مالتي ساخن حار، راح رأسا من اخلي راح يصير يعني يستوي، ما يطول يمكن ربع ساعة ثلث او ربع ساعة عفوا 10 دقائق هو يكمل. بس يشوفون الحافات مالته منها استوت معناها صار، لان اللحم مستوي ما يحتاج هواي طبخ، بس على مود العجينة. مثل ما قلت لكم انا ضفت له شوية دبس الرمان وشوية ملح، شوية على الحموضة حسب الرغبة، اذا واحد ما يحبه لا يخليه.